لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسماً يلقوننا في كل واد، حينها ستعتني رايات تلك رايات الجهاد. لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسماً يلقوننا في كل واد، حينها ستعتني رايات تلك رايات لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسماً يلقوننا في كل واد، حينها ستعتني تلك رايات الجهاد. لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسماً يلقوننا في كل واد، حينها ستعتني رايات تلك رايات الجهاد. She will stop at that one. Put one here. Don't let her eat it, I'll pick it up. See, she stepped on this one. Put this one here. Go ahead, put it there. See, she won't step on the Quran.
do it again on this book, on that story book. She's stubborn. She put it on this one. On the Quran. I'm gonna get like two Qurans, see what happens. She will never step on the Quran. Never. Subhanallah. You have to try again. Wow. Isn't that something? Wow. Subhanallah. Subhanallah. She will never step on the Quran. Never.